الاجراءات والعمليات اللي تتم عند خروج الطلاب، هذه البدايه خروج الطلاب من الفصول باتجاه المقصف، يتم الاصطفاف امام المقصف، هذا اجراء في مستطيل، ثم في اجراء يمثل الفحص وهو فحص المشرف للاصطفاف اثناء الطابور الصباحي. وامامنا يتخذ قرار بين حالتين، الحاله الاولى اذا كان الاصطفاف صحيح ينتقل مرحله الشراء ثم الذهاب للساحه لاكل الافطار، اذا كان لا فانه يجب عليه اعاده الاصطفاف، الطلاب اللي يسوون فوضى يعيد اصطفافهم مره ثانيه، ولا يعدون منطقه الشراء او لا يصلون منطقه الشراء الا بعد ان يتم الاصطفاف بشكل صحيح. اذا تم الاصطفاف وتم الشراء وانتهت الفسحه ينصرف الطلاب الى فصولهم بعد ذلك. نعم يا سلام. جميل جميل. شكرا 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 شكرا. اذا في استفسار او شيء جاهزين. نجحكم جميل جميل نجحكم على طول ما شاء الله. جميل جميل شيء بسيط يعني خير خير كلام اقل وده. يا سلام. هو انت في تغطيه رائجه عن نفسه هو بس انت ما دريت عنه. يا سلام جدا.